أنا أمجد العقرباوي، مصمم ومصور، كنت أصور في مجلات وناشط في مجال الأخطاء الطبية في الأردن بعد ما عانيت أنا شخصياً من خطأ طبي سبب بتشويه أنفي. طبعاً لا أشمل الجميع، في بعض الدكاترة بيحكي لك أنا علي 4 قضايا وخمس قضايا وما بهمني، ويمارس عمله ويستمتع في حلاقة ذقنه يومياً، وفي غيره نتيجة أخطائه بتألم. مين اللي بيقرر الخطأ الفني؟ مش المريض ولا قريبه ولا أخوه ولا أمه ولا أبوه، اللي بيقرره هو لجنة فنية. هذه اللجنة الفنية سواء كانت عندنا أو بشكلها القضاء، حتى القاضي يجب أن يستعين بأطباء يشكل منهم لجنة فنية بتعطي الرأي الفني. إذا ما اعتقد أن هناك خطأ طبي ارتكب بحق مريض في مداخلة طبية، يمكن أن يتقدم بشكوى إلى وزارة الصحة، ووزارة الصحة تشكل لجنة خاصة للتحقيق في المسألة. المجموع الشكاوي اللي درسناها واخذنا فيها قرارات، اخذنا فيها قرار إحالة الطبيب لمجلس تأديب، اما انه وجدنا انه قد يكون ما قام بالواجب بشكل صحيح، قد يكون هناك في عدم خبرة وبالتالي يجب ان يساءل طبيا، ثلاثة او انه في الاجور الزيادة او بالمسلكيات خارج اطار ضبط المهنة واداب المهنة. ابدا ما في حدا في بنيته اذا اي روح واي نفس الطبيب، بس مشكلته انه لما يخطئ ما بيتحمل مسؤوليته. بنحاسب الطبيب والقضاء يحاسب الطبيب كان اذا كان هناك اهمال او تقصير او عدم معرفه، او انت اجريت شغله ما بتعرفها وسببت اذى وضرر للمريض. هذول الاسس اللي احنا بنعتمدهم سواء كان في الاردن او في كل بلاد الدنيا، هذول الأساس اللي بنحاسب عليهم الطبيب. ليست هناك إحصائيات واضحة ودقيقة وسجل خاص بالأخطاء الطبية، ربما هذه يعني أحد القضايا التي نتحدث عنها بصراحة. إحنا عندنا 3 مراحل للتقاضي ضد الشكوى للطبيب. ما عجبتك المرحلة الأولى، في مرحلة ثانية يرأس الوزير. ما عجبتك برأس الوزير، بتروح لمحكمة العدل العليا. إذا أنت فقط أخذت ما يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام، أنت تعتقد أن الأردن يعاني من ظاهرة الأخطاء الطبية، لكن في الواقع ليست هناك ظاهرة في الأخطاء الطبية. ما يحدث في الأردن من أخطاء طبية هو كما يحدث في أي دولة في العالم. المزاعم بوجود أخطاء طبية هو هذا الذي يرتفع وتيرة الحديث عنه، وهو للحقيقة غير واقعي.